عن فيما يتعلق طبعا العالم العربي امل في الوحده بعد ثورات متعدده في العالم العربي، هناك امل في الوحده وليس هناك فوبيا من الوحده. الوحده مفيده جدا لمصر، ومصر ليست دوله فقيره. اثنين، نمره اثنين، بقول للمجلس العسكري الاعلى بانك انت تحدد مده تسيب فيها الحكم بعد استتباب الامن والامان في البلد. من جهه اخرى، من ناحيه حقوق المراه، بطالب بان يكون الكلام كتير في الدستور، ازاي هتيجوا تاخدوه وتجيبوا لجان ما عندهاش خبره؟ احنا كنا اربع لجان كلهم عندهم الخبره اعظم وخبراء في جمهوريه مصر. كنا بنعمل الكلمه نفلتها. يا باشمهندس، في وقت وفي موضوع الجلسه. ارجو بان يتعمل جلسه واثنين وثلاثه وعشره. حاضر. ما ينفعش النهارده. لا ما ينفعش. ايه؟ كل واحد يقول كلمه. لا لا. اثنين ويمشي. لا ما ينفعش. هنعمل جلسات. ايوه. بتتحدد دلوقتي. وهنحددها بقى في نهايه الجلسه. شكرا. عايزين لجنه انقاذ. الاستاذ محمد فريد زكريا. رئيس حزب الاحرار والامين العام لائتلاف الثوار الاحرار. بعده الدكتور محمد مهدي. والصلاه والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. اتقدم بالشكر والتقدير للدكتور حسين لانه بهذه الاوراق انقذ الثوره من مأزق. لقد قلنا دائما يجب على الدستور اولا لانه خريطه الطريق. هذه الاخطاء في عمليه الاسراع بالانتخابات عن طريق تشكيلات هذه الورقه التي يجب ان تعبر عن الشعب كله. واقول لقد اسسنا منذ 35 عاما يا اخوان، لقد اسسنا حزب الاحرار ووجدنا ان الداء هو الدستور، سلطات رئيس الجمهوريه، وكان يجب واعتقلنا وتعرضنا للمواجهه مع الانظمه السابقه. ولكن في الحقيقه ان الدستور هو مفتاح الديمقراطيه في اي وطن، فعليكم ان تحافظوا عليه، وعليكم ان تحددوا من سطوه الامن التي تدخلت في الاحزاب وانشات فروع تابعه لمباحث امن الدوله العالميه اللي احنا ملتزمين بيها ولا نستطيع مخالفتها. الجدل الدائر والشد والجذب مش في جوه دي، الجدل الدائر في الانتخابات والنتيجه التي ستصدر عنها واللي مجالها مش هنا. الانتخابات الاتيه القائمه يا دكتور علي سوف تنتج برلمان نكساوي نسبه الى نكسه 67، وهنرجع نعاني تاني. وانا بتوقع ان الموجه الثانيه من الثوره المصريه هتنفجر في 25 يناير القادم. فلا بد ان نعاد وضع الاعتبار للعمال والفلاحين، ولا تلغى نسبه العمال والفلاحين، لان ده معناه سياده طبقه من اللصوص، سواء بقى عملوا ثوره شمالي مهذب مش مهذب، دي قصه ثانيه. انا بقترح هنا ان كل هيئه او جهه تختار ثلاثه مش اثنين، ليتسع المجال الى حد ما امام الجمعيات التاسيسيه، بدل ما تبقى تاخد واحد من اثنين تبقى واحد من ثلاثه، وهذا ربما يثير قدر من الجناح. شكرا. احنا مبدئيا على المبادئ الدستوريه احنا موافقين على المبدا، لكن تفصيلا مش موافقين على حاجات كتير منها، ولو قعدنا دلوقتي نحصل فيها اكيد الوقت مش هيسعنا. فاحنا دلوقتي بنقترح ان احنا ان شاء الله يكون في جلسات اخرى.